ذكر أهل السير والتراجم أن من يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر: الحسن ابن علي وأخوه الحسين، وجعفر ابن أبي طالب وابنه عبد الله ابن جعفر، وقثم ابن العباس ابن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ومسلم ابن أبي طالب، والسائب ابن يزيد وهو الجد الأعلى للإمام الشافعي، وعبد الله ابن عامر العبشمي، وكابس ابن ربيعة ابن عدي.